طيب بالنسبة اللي عندنا احنا ولله الحمد كده خلصنا يعني الجزء الرخم يعني ان شاء الله، الباقي في الفيلفس سهل. اوكي اليوريتر، اليوريتر احنا قلنا بيحصلوا ثلاثة سايز فيهم كونستريكشنز، عند اليوريترو بيلفيك وعند اليوريترو فيزيكال وهو ايه عند البيلفيك بريم، وفي ثلاثة فيسلز بيرخموا عليه، ساعات الرينال ارتري نفسه وساعات الجوناد الارتري وساعات الاكسترنال ايلي. تمام، هو هيبقى مريح على اني مصل بالظبط على السوكس، على السوكس، شايفينه ولا مش شايفينه؟ اهو ده الناحيه دي واهو ده الناحيه دي. حاول تتعود بقى ايه، هتعود عينك على المكان ده. طبعا لو جاب لك حاجه زي كده يعني دي هو رسمه، لكن هنا انا مدي كونتراست فيه، فين ادور على السوكس؟ المصل دي كان اسمها ايه؟ كوادريتس لامبور. تمام، ادي عندنا مين ده؟ رايت يوريتر، ليفت يوريتر، وده اورتا، وده الاي في سي. تمام، اليوريترز بعيد عنهم. هنا بقى ده مين؟ يوريتر ويوريتر. ده مين هيخش في البوستر لاتر اسبكت اوف بلادر؟ يوريتر ويوريتر. اوكي طيب، اليورينا بلادر عامله كون شيبت، الموست بوستيرو اسبكت اسمها البيز، دي اللي بيخش في البوستر لاتر بتاعها اليوريترز، وانفيرو بتبقى موجود في اليوريثرا وذين البروستات. تمام اوكي طيب، ده الالترا ساوند بتاعنا سواء ابدومينال او ترانس ريكتال. اليوريثرا طبعا بتعدي من خلال البروستات، ده ترانس ريكتال الترا ساوند، ده ابدومينال الترا ساوند عادي. امال ايه دي؟ ايوه يوريتريك جيت. اليوريتريك جيت بتاعت اليمين تخش شمال، بتاع الشمال تخش يمين. تمام، ممكن الاثنين في نفس التوقيت او توقيتات مختلفه، اهم حاجه يبقى سنجل جيت عندنا، دي للكلينيكال براكتس. لو شفنا عيان بيشتكي ولقينا الجيت بايفوركيتد كده كانهم اثنين، ده غالبا في ستون في الحته دي. تمام طيب، ده منظر اليورينا بلادر بالسي تي، وده تي 1 وده تي 2. اوكي، وده طبعا عندنا مين؟ الريكتم. اوكي، والمصل دي مين؟ اوبتيريتور انترنس، اوبتيريتور انترنس، اوبتيريتور انترنس. تمام، حد يقدر يقول لي ده ميل ولا فيميل؟ ايوه، طالما لقيت الفيونكات دي يبقى دي سيمينال فيزيكلز ميل. نفس الكلام، امال ليه هنا لونهم بيض شويه؟ فيزيكلز فلويد كونتيننج. تمام اوكي طيب، في عندنا فاريانت هنا وساعات بيضايق بعض المرضى. احنا عندنا شايفين اليوريتر ده نازل ازاي؟ حلو قوي، بينزل على الترانسفيرس بروسيسز، على السوس. اليوريتر ده داخل جوه قوي صح؟ مين الفاسكولار ستراكشر اللي من ناحيه اليمين ونازل بالطول؟ الاي في سي. شايفين اليوريتر اللي على الناحيه دي؟ كويس، لكن اليوريتر ده ايه؟ ورا الاي في سي، فساعات بيتخنق او بيتزنق ورا الاي في سي، بتلاقي كده ميديال ديفيشن على الرايت سايد بتاع اليوريتر، اسمه ريترو كيفال يوريتر. تمام، ساعات نهايه اليوريتر بينتهي في كيس. تمام، دايلاتيش سيستك دايلاتيش يوريترو سين. اليوريترو سين بالالترا ساوند هيظهر كده كانه ايه؟ سيستك ستراكشر، وبتفضي وتملى، تتملي يورين بعد كده تفضي. عندنا نوعين منه، سمبل يوريترو سين لو جه على نورمال بوزيشن يوريتر، او اكتوبيك يوريترو سين لو جه في دوبلكس كيدني على الاكتوبيك يوريتر. فاكرين دوبلكس كيدني ودوبلكس يوريتر معاها نورمال 1 بتاع انهي مويتي، الابر ولا اللور؟ النورمال بتاع اللور. تمام، اللي هو هنا بينسرتد فوق، اما الاكتوبيك بتاع الابر اللي هو بينسرتد هنا ايه تحت، وغالبا ده بيبقى معاه يوريترو سيل وده بيبقى معاه ريفلكس. تمام طيب، في ساعات فاريانت ثانيه ان يبقى فيه ديفكتيف سموث ماسل بتاعته، وبالتالي هتلاقيه دايليتد. تمام، ده اسمه ميجا يوريتر. احنا خدنا المره اللي فاتت ايه؟ ميجا كاليسز، في برضو ميجا يوريتر. ساعات بيطلع من اليورينري بلادر سواء في الالترا ساوند او في البلين او كده دايفرتيكولم. ساعات الدايفرتيكولم ده يبقى على الناحيتين شبه الميكي ماوس. تمام، بنسميها بلادر ايرز او ميكي ماوس، او دي عباره عن ايه؟ بلادر دايفرتيكول. ده برضو فاريانت. تمام، وطبعا ممكن نورمال فاريانت، لا فاريانت وساعات بيحصل فيها مشاكل ان ممكن تكون لي ستيزس فاستون فانفكشن. تمام طيب، الميل كده احنا خدنا البلفيس من حيث الفلور والماسلز، بعد كده اللور يورينري تراكت، هنبدا ناخد الميل، بعد كده هننتهي بالفيميل. الميل هنبدا باليوريثرا. اليوريثرا بتتكون من بارتين قدام وورا، وكل بارت منهم من اثنين، الانتيريور يوريثرا اللي هو اللي بره خالص بينايل وبالبس، والبوستيريور يوريثرا ممبرينس وبروستاتيك. ناخد الداتا بتاعتهم بقى ايه على الرسم. اول حاجه
اليوريثرا اول ما بتعدي بتعدي في خلال البروستات، بقى عندنا بروستاتيك يوريثرا. بعد كده في اليوروجينيتال ديافرام تمام اسمها ميمبرينس، ده فيري سمول بارت وفيري نارو تمام. بعد كده اللارجست وان اسمه بالبس، بعد كده يخرج من البرينيوم يبقى بينايل يوريثرا. البينايل والبالبس بنسميهم انتيريور يوريثرا، الميمبرينس والبروستاتيك بنسميهم بوستيريور يوريثرا. في كل واحد فيهم ممكن ناخد ايه يعني داتا كده سنطات. نهايه البينايل يوريثرا حته دايلاتيشن اسمها نافيكولار فوس تمام. البالبس، البالبس فيه اتنين دايلاتيشن، دايلاتيشن في بدايته اسمها كون، ودايلاتيشن في بعديها بشويه اسمها صم، بالبر صم. وما بينهم هتلاقي حته اندنتيشن هتبان في الرسم اسمها ماسكولو تندينس سلينج تمام. وفي هنا جلاند اسمها كوبرز جلاند، كوبرز داكت وجلاند. البروستاتيك يوريثرا المفروض بيفتح فيها، شايفين الداكت دي الاجاكيلاتوري داكت، الاجاكيلاتوري داكت اللي هي جاي بالسيمينال فيزيكل مع الفاس ديفرنس تمام. اوكي بتفتح في حته اليفيشن اسمها فيرمونتين. طيب ناخد الداتا اللي احنا قلناها، اول بارت ده كله على بعض اسمه ايه؟ بروستاتيك. بعد كده الحته الرفنطعه خالص دي ميمبرينس، بعد كده الحته دي اللي هي الايه البالبس، وهتكمل تبقى البينايل. شايفين الجلاند دي كوبرز جلاند وكوبرز داكت. ليه بتظهر؟ لان انا بحقن ريتروجريد يوريثرو سيستوغراف تمام. اوكي طيب البروستاتيك يوريثرا شايفين في فيلنج ديفكت جامد، ده فتحت بقى ايه الداكت بتاعتنا اسمها فيرومونتينا تمام. طيب اوكي نفس الكلام الديفكت ده اسمه ايه؟ فيرومونتينا. دي البروستاتيك ودي الممبرينس وده البالبس. البالبس بيبقى فيه حته اندنتيشن وحتتين واسعين، الحته الواسعه الاول اسمها كون ودي اسمها صام ودي اسمها ايه سلينج، ماسكولو تندينس سلينج. اوكي البينس، البينس عندنا ده عباره عن ثلاثه سيلندريكال تراكس تمام، اثنين على الدورزال سيرفيس واحده على الفنترال سيرفيس. على الدورزال سيرفيس اثنين كوربورا اسمهم كوربورا كافيرنوزا، لان دول بتوع الايه البلد بالظبط. وفي وسطهم ارتري هيبقى اسمه كافيرنوزا الارتري، عليهم فين اسمه دورزال ديب فين تمام. اما الكوربس سبونج يوزم ده اللي بيتنقل فيه اليوريثرا تمام كده. فانا عندي ثلاثه كوربورا كلهم انكلودد في فايبرس كبسول اسمه تيونيكا البيوجينيا، ومعاها الديب فاشيا اسمها باكسي فاشيا، قلت عليها تيونيكا البيوجينيا كفايه تمام. طيب كل واحد بقى بيكمل في الروتو بينس، الكوربس سبونجيوزم بيكمل يبقى البينايل بالب، والكوربس كافيرنوزا تمام بتكمل على هيئه كراس يمين وشمال اللي بيلحم فيه الاسكيوبيك ريبس، هنبدا نشوفها دلوقتي. هنا عندنا البينايل بارت، عندنا اتنين كربورا كافيرنوزا تمام، كوربس كافيرنوزا يمين وشمال، بعد كده عندنا كوربس سبونجيوزم. السبونجيوزم هيبقى عباره عن ايه؟ البالب اوف بينس، يعني ده بالب اوف كوربس سبونجيوزم، اما ده كراس، كراس رايت كراس اوف كوربس كافيرنوزم، هيروح لغايه لما يلحم فيه الموست بوستيريور بون اللي هي كانت مين؟ الاسكيا تمام، عن طريق ماسل تمام اسمها اسكيو كافيرنس ماسل. تاني انا عندي الكوربورا دلوقتي الكوربورا كافيرنوزا، دول مين؟ الكراس اوف كوربس كافيرنوزا يمين وشمال بيلحم في الانفيريو او اسكيوبيك كريمس عن طريق ماسل اسكيو كافيرنوزس ماسل، اللي في النص اسمه بالب اوف كوربس سبونجيوزم وده كراس اوف كوربس كافيرنوزا تمام، والماسل بتاعته اسكيو كافيرنوزس بتلحم فيه اسكيوبيك كريمس. نعم غالبا كده تمام. انا دلوقتي مصور هنا كات سيكشن فيه، فعندي ده كوربس كافيرنوزا واللي في وسطيه كافيرنوزا الارتري، اللي على الدورزال سيرفيس ديب دورزال فين، اما ده اسمه كوربس سبونجيوزا. الاوتر اللير اللي محوطاهم او اللير دي اللي محوطه خالص التيونيكا البيوجينيا، وهتلاقي في لير بره خالص اسمها سوبرفيشال فاشيا، دي مش مهمه، المهم التيونيكا البيوجينيا. اوكي هنا ده الترا ساوند، هي ده كوربس كافيرنوزم واللي فوق في وسطيه كافيرنوزا الارتري كوربس سبونجيوزم، اللاير اللي بره خالص تيونيكا البيوجيني تمام. كويس قوي. التس عباره عن سمنيفرس تبيولز بتفضل تتجمع 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 تمام لغايه لما تتجمع عند الروت. الروت ده اولا هي متحوطه ب
تيونيكا برضو البيجيني تمام. بيحصل اندنتيشن هنا عند الروت وبيحصل تيكنينج للتيونيكا البيجينيا بتكون لي حاجه اسمها ميدياستاينم تيستس. ده اللي عن طريقه بتبدا تخرج السمنيفرس داكتس بتوصلنا بالابيديدمس. الابيديدمس له بارت فوق التيستس اسمه هيد، بارت ورا التيستس اسمه بودي، بارت تحت التيستس اسمه تيل، بعد كده بيكمل على هيئه باز ديفرس تمام. اوكي احنا قلنا كده البارتات بتاعتهم. الباز ديفرنس بيعدي من الانجوانال كانال ثرو سبرماتيك كورد. يبقى تاني دي عندنا التستس ابر بول ولور بول. سام تايمز بيبقى فيه فاريانت حته تيشو كده خارج من التستس اسمه ابندكس تستس، او من الابيديدمال هيد اسمه ابندكس ابيديدمس. ايه اهميته؟ تسمعوا عن الاكيوت سكروتال بين نخاف منه ليه؟ تورشن تستس. ان ساعات تلاقي البيشنت يجي لك ان اكيوت بين تمام، وتعمل ما تلاقي الحمد لله الفاسكولاريتي في التستس نورمال، لكن تلاقي كده ماس لايك استراكشر سوبيريور للتستس، ده بيبقى ابندكس تورشن للابندكس تستس تمام. اوكي هنا طبعا الهيد بتاع الابيديدمس، البودي، التيل، وبيكمل على هيئه الفاز ديفرنس اللي بتخرج في السبرماتيك كورد اللي بيعدي من التستيكولار ارتري و بامبيني فورم بلكسس اوف بينس. الترا ساوند على التستس يمين وشمال، وده اسمه ميديان رافي وده السكروتال سكين. طيب خط ابيض في الالترا ساوند ده مينز ان فايبرستيش اللي هو ده عباره عن ايه؟ اسمه ايه بقى؟ ميدياستاينم تيستس. ده عباره عن انفولدنج للتيونيكا، تيونيكا البيجينا انفولدد كده جواه بقى اسمها ميدياستاينم تيستس فايبرستيش. انا عندي التيستس دي ابر بول وده لور بول. ايه اللي فوق الابر بول ده؟ الابيديديمال هيد. ايه اللي تحت اللور بول؟ الابيديديمال تيل تمام. نفس الكلام ده هتبقى مين اللي فوق الابر بول؟ الهيد اوف ابيديديمس ودي التستس. رايت ولا ليفت مش مطلب الا لو حاجه زي كده. جاب لك على الناحيتين ده ام ار اي تي 2 اقدر اقول لك ان ده الايه الرايت تستس وده الليفت تستس. اني حته فيها بالظبط؟ خط اسود. ايوه من الفايبر ستيشن يبان ايكوجينيك في الالترا ساوند، لكن في الام ار سويد تمام، يبقى ده الميدياستاينم تستس. ليه شويه جروب اوف فيسلز هنا فوق التستس مبيني فيرمو بلكسس؟ امال ده كان اسمه ايه؟ كوربس كافرنوزم، اما ده السبونجيوزم تمام. اوكي نفس الكلام ده الكافرنوزم والسبونجيوزم والتيونيكا. هنا مين اللي دخل في الانجوانال كانال ده؟ سبرماتيك كورد. كويس قوي تمام. مين الخط الاسود ده؟ ميدياستاينم تيست. مين اللي تحت التستس دي؟ التيل. ومين ده؟ لا البامبيني فورم بلكسس. الابيديديمس السيجنال بتاعته اقل من التستس تمام، هيبقى نفس السيجنال دي. اوكي اهو قادرين نفرق بين الاثنين. مين دول؟ بامبيني فورم بلكس، لكن مين ده؟ ابيديديمال هيد وده ابيديديمال تيل. ما ننساش نكتب ليفت ورايت وده ميديان ريف تمام. اما دي بارت من مين؟ ده بارت من الميدياستاينم تمام. انا هقعد اقول لك ان هو المفروض ايه يظهر خط اللي بره خالص ده، ده تريس اوف فلويد مينيمال فلويد مينيمال هيدروسيف مفيش مشكله فيه تمام. ايه اللي طالع من التستس دي؟ ابندكس تستس. امال ايه اسود ده؟ ده هيدروسيل، عشان كده بانت ايه؟ بانت كويس. دي اسمها ابندكس تستس. سام تايمز السمنيفرس تيبيولز بتبقى دايليتد وذين التستس، بيبقى اسمها دايليتد ريتي تستس مفيش مشكله فيها، ده نورمال فاريانت. لكن المشكله امتى؟ لو عيان عنده فاريكوسيل وحطيت كولر لقيت ده بياخد كولر، ساعتها بنسميه انترا تستيكولار فاريكوسيل، ده مش فاريانت. يعني امتى اقول دايليتد ريتي تستس تمام؟ ما خدش كولر، او واحد ما عندوش فاريكوسيل. دايليتد السمنيفرس تيبيولز تمام. Sometimes بعض الناس تمام بنلاقي حاجه ايكوجينيك كده عامله زي الستون جوه السكروتال ساك، بنسميها سكروتال بير تمام، كانها حاجه زي جوهره يعني تمام. مفيش مشكله ده هيدروسيل، ده هيدروسيل الفلويد ده تمام. اوكي اهم حاجه ما تبقى ما... نعم يعني sometimes هو مش فاريانت قوي بس sometimes بتتشاف تمام. بس هي الفكره كلها ان انا ما اشوفوش جوه التستس، يعني دي حته الكالسيفيكيشن، لا اشوفها جوه التستس ولا جوه الابيديدمس. جوه التستس بس مع مايكروليثيزس، في بيرسنت من المايكروليثيز اسوشيتد مع تيوبل. جوه الابيديدمس بقت كورونيك ابيديدمايتس، وكورونيك ابيديدمايتس هشوف بقى التي بي والمامز والكلام ده تمام. لكن هنا في السكروتال وخلاص عايم في السكروت. طيب البروستات مايكروليثيزس كانها مايكروستونز تمام. طيب البروستات برضو كون شيت الايبكس بتاعتها دايركت توورد البيز ابورد ناحيه اليورين بلادر تمام. السيمينال فيزيكلز بايلاترال ستراكشرز بوستر سوبيريور للبروستات.
الداكتس بتاعتها بتلحم مع الداكتس بتاع الفاس ديفرنس وبتكون لي الايجاكولاتري داكتس. اوكي ده عندي الفاز جاي من تحت خالص بيلف لفه طويله حوالين يورينال بلادر وينزل ميديا للسيمينال فيزيكلز. دي الضغط بتاع السيمينال فيزيكل. الاثنين دول بيفتحوا بالجاكولاتوري ضغط. نفس الكلام الفاز ديفرنس بيجي من فوق خالص وبيفتح مع السيمينال فيزيكلز اللي هي عباره عن ايه فيزيكلز تمام فلويد هتلاقيها تي هاي تي 2 تمام وبيفتح في الجاكولاتوري ضغط. احنا مصورين هنا لاترال السيمينال فيزيكلز بالنسبه للبروستيت بوسترو سوبيريور. اذا من قدام ويلف لفه طويله ويرجع من وراها تمام. اوكي عندنا هنا السيمينال فيزيكلز دي الايجاكولاتوري داكت بتفتح الحته بتاعت ايه الفيرومونتينا. يبقى انا لو خدت هنا اكزيال فوق هلاقي السيمينال فيزيكلز لوحديها ورا اليورينري بلادر تمام. اوكي اما لو خدت كرونال هشوفها وتحتيها البروستيت. اوكي طبعا دي كوبرز جلاند تمام. انا كده مصور ايه كورونال. ايش معنى ظهرت عندي البروستيت من تحت وظهرت عندي السيمينال فيزيكلز من فوق. دي الضغط بتاع السيمينال فيزيكلز اما دي الحته بتاعه الفاس ديفرنس. البروستيت هناخد بعد كده ليها اوتر زون وانر زون هناخدهم دلوقتي. بص الحته دي بتاع الفاس اللي هو لان هو ميديال اما الحته دي ده الضغط بتاعت مين السيمينال فيزيكلز اللي هي اللي لاترال شويه. دي السنترال زون ودي البريفرال زون بتاعت البروستاتيك. اوكي عليكم السلام ورحمه الله. جزاك الله خير. تسلم يا باشا. تسلم. معلش اشرح الناس دلوقتي الباص بيطلع من طب استنى نجيبها تاني احنا فيها احنا عايزينك تحفظها. بص يا باشا عندنا دلوقتي السيمن ده بيتكون ايه الطريق بتاعه تمام في التستس بعد كده هيتوصل للابيديمس. الابيديمس هيد بودي تيل. التيل هيقوم لافف وهيبقى فولدد على نفسه هيكون لي الباس ديفرنس. الباس ديفرنس دخل في السبرماتيك كورد صح كده دخل في السبرماتيك كورد بعد كده هيجي لي ازاي هيكمل لوحده بقى ما انا اهي بيفضل يكمل لف لفه كامله حوالين يورينال بلادر لاترالي تمام جاي من بره بعد كده دخل ميديال لل سيمينال فيزيكل علشان يفتح مع الضغط بتاعها في ايجاكولاتوري داكت يمين وشمال تمام كده. اوكي انا مصور دلوقتي ازاي انا جاي ورا ومصور كورونا فظهرت فوق سيمينال فيزيكلز بيبولاترالي واللي جوه المفروض ايه الباس ديفرنس ودي الضغط بتاع السيمينال فيزيكلز هيفتحوا في نص البروستاتا تمام بايجاكولاتوري داكت. الحته دي من البروستاتا مسوده شويه عنينا لو سيجنال شويه تمام دي السنترال زون اما دي البريفرال زون وهنقول الديتيلز دلوقتي. انا مصور كده ايه مين دي ومين دي. لو انا كورونال ايوه لو انا كورونال المفروض انا بصور كده يعني هيبان معايا سيمينال فيزيكلز مع بروستيت. لا هنا سيمينال فيزيكلز ظهرت مع مين مع بلادر تمام. دي نقطه. النقطه الثانيه مين ده مش ريكتم وبس ده الكويل بتاع الام ار اي جوه الريكتم ده اسمه الكويل بتاع الام ار اللي هو الماشين اللي بنصور بيها الام ار تمام جوه الريكتم اسمه اندوريكتال كويل. يعني ده مش من الريكتم انا مصور من الريكتم عشان كده ايه هاي فيري هاي ريزوليوشن وماكسمايزد ايمجز تمام عامل زي الايه ترانس ريكتال الترا ساوند تمام. فهنا ده ايه اندوريكتال كويل دول السيمينال فيزيكلز ميديال ليهم هيبقى الفاس ديفرنشيا تمام وهنا انتيرير ليهم ايه اليورينري بلادر تمام. هنا بيقول لك انا لو شقيت البروستات من النص بتبقى عندي مالتيبل زونز تمام في الاساس اربعه زونز. قدام خالص حاجه اسمها انتيريور فايبرو ماسكولار ستروما فايبرس تيشو يعني تمام. طيب بري يوريثرال دي اليوريثرا يا جماعه ودي الايجاكولاتوري داكت ماشي. بري يوريثرال في حاجه اسمها ترانزيشنال زون اوتر ليها اسمها سنترال زون بره خالص اسمها بريفرال زون. انا ما بقدرش افرق الترانزيشنال من السنترال تمام. هما الاثنين على بعضهم اسمهم ستر تمام. بالايمجنج ما اقدرش افرق الاثنين وهما دول المكان اللي بيطلع فيهم البي بي اتش تمام. اما البريفرال ده المكان اللي بخاف منه من ايه من الكانسر تمام. نفس المكان برضو ونفس الكلام ترانزيشنال سنترال بريفرال تمام. اوكي طيب الزون الاناتومي احسن ان انا اصور تي 1 ولا تي 2 ولا سي تي الديتيلز بتاعه البروستيت
ام ار اي طبعا ما هي الام ار اسمه ايه اسمها تيشو كاركترايزيشن. التي 2 بتعمل زون الاناتومي بيرفكت 10 على 10 التي 1 كله شبه بعض. فدي قاعده هناخدها. عايزين نتفرج على البروستات عاوزين انه بنعلق عليها يبقى تي 2. انا عندي كام زون قلنا في الاساس فعلا 3 تمام لكن هي هيستولوجيكال 4. عندي الانتيرو فايبر ماسكولار ستروم هتطلع طبعا فيري لو سيجنال. بعد كده البريفرال زون في التي 2 هتطلع هاي سيجنال. دي معظم البروستات تقريبا 70% من الجلاند وده المكان اللي بيطلع فيه الكانسر تمام. السنترال زون اقل منها اقل في السيجنال هي والترانزيشن ما بنقدرش نفرق ما بين بينهم وبين بعض. دي تقريبا 25% من الجلاند من 20 ل 25 ودي تقريبا 5% من الجلاند تمام. وده المكان اللي بيطلع فيه البي بي اتش ونسبه ان يطلع كانسر هنا اقل بكتير تمام. انا هنا مصور عن طريق ايه اندو ريكتال كويل تمام اوكي ظهرت لي ادي البروستات. الجزء اللي قدام خالص مسود خالص دي الفايبرو ماسكولار ستروما. اللي حواليه ده او اللي في النص سنترال زون واللي فيري هاي سيجنال ده اللي بره بريفرال زون. هم مين النقط دي نيورو فاسكولار باند بتبقى بوستيرو لاترال نيورو فاسكولار باند. يبقى عندي فايبرو ماسكولار ستروما انتيريور فايبرو ماسكولار ستروما سنترال زون والسنترال زون ممكن نلاقي فيها حته ميه كده في النص اليوريثرا باسنج ثرو. بعد كده البريفرال زون تمام نفس الكلام انتيريور فايبرو ماسكولار ستروما واليوريثرا سنترال زون البريفرال زون النيورو فاسكولار باندل واندوريكتال كويل. الكلام ده انا هنا صورت اكزيم لكن هنا صورت ايه بقى كورونا تمام. ده هنا السيمفيس بيوبس هنا البلادر بس البلادر ايه شبه فاضيه يعني تمام. فعندنا هنا البروستات وبيعدي فيها في نصها اليوريثرا. شايفين دي مين سنترال زون ودي مين البريفرال زون اوكي. ده عندنا هنا مصور بالالترا ساوند العادي خالص لونجيتودينال وترانسفيرس. هي المفروض بوسترو انفيريور للبلادر يعني ده ال اس يبقى ده السوبيريور ده انفيريور هي تحتيها وده تي اس هي وراها. المفروض لما اجي اعمل دي قاعدة كلينيكال كده لما اجي اقيس في البروستات اقيس فوليوم يعني اقيس ايه 3 دايمنشنز تمام. بس الادق في الاس او في الفيجواليزيشن مش الالترا ساوند العادي اللي هو البلفيك لكن الترانس ريكتال الترا ساوند. هنا البروب بتاعي في الريكتال تمام. هنا اقدر اعمل ديسكريميشن طبعا. هنا الاس برضو ترانسفيرس بقيس اياسين الترانسفيرس دايمتر والاي بي دايمتر واللونجيتودينال بقيس لوحده. هنا شايفين المنطقه دي مبيض مبيض في الالترا ساوند اسمه هايبر ايكو يبقى دي البريفرال زون. اما دي على بعضها مين سنترال زون ومعاها الترانزيشنال واليوريثرا وكل ده تمام. نفس الكلام بس بشكل تاني بريفرال زون هايبر ايكو شويه واللي جواها سنترال زون. طيب هو في سؤال بس هو البروب بتاع الترانزيكت اللي هو ترانس المفروض ده غير ده لكن جرى العرف ان يبقى اسمه ترانس كافيتالي. بنظبط بروب ينفع في الاثنين لكن المفروض الترانس فاجينال بيبقى له زاويه تمام. بس اللي له زاويه مش هشتغل ترانس ريكتال تمام. وفي قاعده يعني اللي بيشتغل ترانس فاجينال مثلا ال ال اس بتاعه هو التي اس بتاع الترانس ريكتال لان العين بيبقى نايم على جنبه يعني الدنيا معكوسه تي اس ال اس وال ال اس تي اس لان في البيشنت ترانس البيشنت سوباين لكن ترانس فاجينال سوباين لكن الريكتال بيبقى على جنبه. طيب مين دي بلادر مين دي بروستات. حد شايف بريفرال زون من سنترال زون؟ مفيش. التي 1 ما اقدرش اشوف. ومع ذلك التي 1 مهمه في الكانسر بروستات ولا لا؟ طالما بروست كونتراست دي نقطه. النقطه الثانيه ان الفات اللي حواليها لو التيومر لسه في البروستات التي 2 يوضحها. لو التيومر بدا يحصل اكستنشن للي حواليه الفات هنا بيض قوي تمام. بالاضافه طبعا انا بحب ان كونتراست تمام بالاضافه برضو للليمف نودز. لكن زون الاناتومي تي 2 ما عدا ذلك تي 1 تمام. طبعا احنا عندنا الفتحه دي كان اسمها ايه اوبتيريتور فورم. يبقى المصل دي انترنس والمصل دي اكسترنس كل ده اوبتيريتور انترنس ماشي اوكي ماشي. انا هنا مصور ازاي ام ار اكسيال اندوريكتال كويل الحته دي عشان نخلص منها نيوروفاسكولار باندل ودي برضو شويه فينس بلكسس ماشي. ده مين سيمفيس بيوبس دي البيوبك بون وده شويه فات تمام اكسترا بيوتونيال فات. دي مين على بعضيها بروستات. امال ايه اللي مشاور عليه ده ريكتال وول صح صح ريكتال وول صح جود يا دكتور. طيب حد شايف البروستات واللي وراها ده مين
امال دي مين؟ ليفيتور اناي اسكيوريكتال فوسه ها انترنس لا بكتينياس بالظبط كده. امال مين ده؟ سبرماتيك كورد تمام. المصل دي اليوسوس سارتورياس ريكتس فيمورس تنسور فاشيالاتا جلوتياي تمام اوكي. ودي لو مصل هتبقى ايه؟ انفيرو جيملز غالبا الانفيرو جيملز تمام، لان هي بتتحرك مع مين؟ مع التندون بتاع الاوبتيريتور انترس جيملز. طيب هنا في ساعات سام تايمز فاريانت بنشوفها. طب عايز نسهل اهم حاجه الجروب الاولاني ما يتنسيش. حفظتوه ولا لا؟ احنا هنعيده ان شاء الله تاني يعني، بس ده اهم جروب في ماسلز. الماسلز صعب عندنا في المنهج تمام، بس الابدومينال ماسلز الماسلز اللي في الشيست الماسلز اللي في البلفس نحفظها لانها قليله تمام. اما بقى لما نخش في الاكستريميتيز يعني ربنا يعيننا ان شاء الله. الماسكولو سكيلتال سيستم على فكره اخر حاجه تتراجع قبل الامتحان، لان اسماء الماسلز بتتنسي. فانتوا قبل الامتحان ايه الحاجات المهمه وبتتنسي هي دي اللي تراجعها تمام. فانت هتعمل لستة غالبا يعني ان شاء الله خير. هقول لكم عليها في الاخر ان شاء الله خير. طيب sometimes ده عندنا abdominal ما هو على ثلاث مرات ان شاء الله. طيب ده عندنا abdominal وانا جايب البروستيت وفيها سيست والعيان ما بيشتكيش. دي عندنا transrectal وبرضو فيها سيست والعيان ما بيشتكيش، فدي اسمها ايه؟ malarian duct cyst. طيب لو كان العيان بيشتكي the infertility هيبقى اسمها ejaculatory duct cyst، يبقى ده some sort of obstruction بتلاقيها central within the prostate. لو كانت peripheral يبقى ده cystic degeneration في adenoma تمام. في برضه differential diagnosis اللي هي الايه انها ممكن تكون retention cyst، ولو كانت في seminal vesicles اسمها seminal vesicle cyst. بس دي الفاريانت بتاعتنا، دي ممكن تتشاف normally والعيان ما بيشتكيش. ملاريان داكت سيست او الديفرنشال برضو بتاعها ريتنشن سيست المفروض ان انا كنت